طيب نبدأ على بركة الله. أشكر الأستاذة نورة على التقديم الجميل، وإن شاء الله تكون ورشتنا مفيدة للجميع، وأنا أتمنى أن الوقت اللي راح مننا ده نقدر إن شاء الله نتداركه خلال الورشة، ويكون إن شاء الله وقت مفيد. طبعاً التعريف خلاص تم، أنتم عارفين أنا هالة كمال، مدير المشاريع بمنصة أعناب لتدريب المعلمين العرب عن بعد. عنوان ورشتنا حيكون الكفايات الرقمية للمعلم. محاورنا حتكون مفهوم الكفايات الرقمية وارتباطها بالمعايير الدولية للمعلمين، إيش الأدوار والمهارات اللازمة لكل معلم إنه يتميز بها للتعامل مع بيئات التعلم الافتراضية، وكيفية التنمية المهنية الإلكترونية وتحديد الاحتياجات التدريبية وسماتها وأهدافها. دي موضوعاتنا أو محاورنا اللي هتدور عليها الورشة اليوم. مما لا شك فيه إنه دمج التقنية الرقمية في عمليتي التعليم والتعلم هو التوجه الحاضر والمستقبل. أعتقد أنه التوجهات المستقبلية كلها من خلال الدراسات والأبحاث والمقالات اللي نشرت والمؤتمرات اللي عقدت بتشير إلى أن التعلم الرقمي أو التعليم الرقمي سيفرض نفسه على جميع الأنظمة التعليمية، بحيث ستصبح المدرسة هي مصدر التعلم ولكن ليست مكاناً له. التنبؤ ده توقعه من 20 سنة نيوباي وزملائه، وقالوا أنه التعليم في المستقبل من 20 سنة هيتشارك فيه المعلمين والطلاب في تقنية التعليم ويدمجوها لتحسين التعليم والتعلم، مما سيعني حدوث تغييرات جوهرية في عملية التعليم. وبالفعل تحققت تنبؤات نيوباي وزملائه بعد 20 سنة. التعلم الرقمي معناه أن المدرسة كلها يجب أن تتحول إلى بيئة حاضنة للتقنية بما يسمى المدرسة الرقمية. هذا إيش بيتطلب أو تحقيق هذا إيش متطلباته؟ أول شيء المدرسة لازم تتحول إلى بيئة تقنية تجيد التعامل مع التقنيات الرقمية ومعطياتها، وخصوصا البنية التحتية للمدارس كلها. ده من جهة المدرسة. طيب من جهة المعلمين يجب تحفيز المعلمين بصفة دائمة على تطوير قدراتهم في مجال التعامل مع التقنية ومصادر المعلومات. أيضا مستوى التواصل الإلكتروني بين المدرسة والمنزل، يعني بين المدرسة وأولياء الأمور، بين المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب وجميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، هنا التواصل لازم يكون بشكل أوسع مما كان سابقاً. أيضاً حوسبة المناهج والكتب الدراسية واعتماد التعليم الإلكتروني. طيب كل هذه المتطلبات إيش تحتاج مننا؟ هتحتاج معلم مؤهل ومدرب على استخدامات التقنية، يعني تحول المعلمين من مجرد ناقلين للمعرفة إلى مستخدمين للتقنية، باحثين عن التقنية، منتجين للمعرفة وليس ناقلين للمعرفة. طيب في مقولة مهمة جدا لكيروس تقول إنه التقنية لن تحل محل المعلمين، لن تحل محل المعلمين العظماء، ولكن وضع التقنية في أيدي المعلمين العظماء يمكن أن تؤدي إلى تحول عظيم. خلونا نشوف مع بعض نشاط بسيط جدا على كهوت. لو ممكن ندخل كلنا نكتب www.kahoot.it، وأنا هفتح من عندي الكهوت ليكم عشان نشغل. طيب هعمل شير من عندي مرة ثانية. اوكي شير.
طيب ظاهر دحين الكحوت، كلنا كتبنا www.kahoot.it تمام؟ لما نفتح انا لما انا افتح لكم الكهوت دحين هتلقوا بين كود. يلا عايزين نطبق البيئة الرقمية اشوف مين هيشترك معايا. طيب ظهر على الشاشة دحين لو كلنا دخلنا على الويب سايت www.kahoot.it هيطلب مننا باسورد او بين للجيم هنلعب 716409. هشوف مين. اوه نوره دخلت ما شاء الله. طيب مين كمان؟ بس هلعب انا ونوره. هلعب انا ونوره بس؟ يلا. مين كمان؟ ندخل على الويب سايت www.kahoot.it. ام او مين دخل ام او؟ اوكي يلا معانا نوره ومعانا مو معانا ايناس وعصام و ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب تمام صاروا 15 لاعب 18 19 20 21 23 24 25 27. يلا بسرعة علشان خلاص نص دقيقة وحبدأ اللعبة. بسرعة. طيب وانتم بتسجلوا دحين هشرح بسرعة انه اللعبة دي بتعتمد على السرعة اول شيء وسرعة البديهة في الالوان لانه اختيار الاجابات هتكون بالالوان وقوة الربط بين الشاشة بين شاشة العرض اللي انتم شايفينها وبين الموبايل اللي في يدك. شايفين كم مهارة لازم نتقنها خلال اللعبة دي؟ ما شاء الله دخل دحين 56 58 60 61. يلا يلا ابدأ. لو بدأت خلاص مش هتعرف تدخله. 67 والله الكل يبغى يلعب ما شاء الله. شفتوا شفتوا كيف شفتوا شفتوا عشان تعرف الطلاب ايش يبغوا. ما شاء الله 78 89. طيب ها كل يبغى يلعب بس اللعبه ترى كلها معلومات عن الموضوع يعني 100. طيب 105 و6 كله دخل. طيب مين كمان؟ نركز ها؟ كهوت كلنا عارفينه بيعتمد على السرعة الإجابات بالألوان تركيز العين تماما مع تربط الإجابة باللون وتربط الشاشة بالموبايل اللي في إيدك يعني يبغى مرة تركيز وهنشوف مين اللي هيكسب. يلا احنا بس هناخد 5 اسئله. انا هبدا عشان الوقت معلش سامحوني اللي ما دخل ممكن يدخل معايا في اللعبه اللي بعد كده. انا عايزه والله يعني نفسي الكل يدخل بس انا لازم ابدا. اوكي يلا بسم الله بيزيد العدد. خلونا نتفق على رقم لو وصلنا 160 هقفل. احنا دحين 150. طيب ها ايوه 57 58 59 60 61. لا اله الا الله. يلا بسم الله ستارت. التعلم الرقمي هتظهر الاسئله بعد 1 minute. مفهوم التعلم الرقمي ركزوا في الالوان مع الاجابات على الشاشة الأسئلة على الشاشة والألوان في يدك. يلا بسرعة 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 ها باقي 6 ثواني. 5 4 3 2 1 خلص السؤال. عندنا 21 إجابة
7 إجابات صحيحة. مفهوم التعلم الرقمي هو استخدام التقنية في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد. نشوف مين المركز الأول. فاطمة مركز أول، بعدها هاجر، جمال، عائشة، عصام، نوح. يلا السؤال اللي بعده. استنتج ما يتجنبه التعلم الرقمي. ما يتجنبه، ما يتجنبه التعلم الرقمي. باقي 8 7 6 5 4 3 2 1. عندنا 90 91 إجابة، منها 50 إجابة صحيحة. ما يتجنبه التعلم الرقمي هو طمس روح الابتكار وشعور المعلم والمتعلم بالملل. عندنا 50 إجابة، نشوف مين كان الأسرع. فاطمة متصدرة، بعدها نورة، نهى، حامد، وجمال، وعلياء. اللي بعد. من معوقات ومشاكل التعلم الرقمي. يلا. عندنا 4 إجابات. بالألوان، تختار باللون، اربط الإجابة الصحيحة باللون. وأيضا السرعة في الإجابة. وأيضا الربط بين الشاشة والموبايل. تمام؟ 65 إجابة صحيحة. جميع، لا خمسة سوري 19 إجابة صحيحة، وهي جميع ما سبق. معوقات ومشاكل التعلم الرقمي كلها: عدم توفر اتصال بالإنترنت، عدم الوعي والمعرفة بالحاسب الآلي، ارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل. كل دي معوقات ومشاكل أو تحديات في التعلم الرقمي. نشوف مين الأسرع. نورة تصدرت، نورة، بعدها سيف بن حمد، أهلا وسهلا، دخل معانا جديد متسابق. سند، نفا، أسماء، أسماء جديدة، بس نورة كانت معانا من الأول بس صعدت. يلا اللي بعده. السؤال الرابع. ما يسعى إليه ويتيحه التعلم الرقمي. بسرعة 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 بسرعة. ها، ممكن تكون إجابتين، أنا ما بغششكم بس ممكن، أنا بقول يعني يمكن. خذوا وقتكم، فاضل لسه 11 10 9. يلا عندي 82 إجابة، عندي 84 85 86. خلص الوقت. أوكي، عندنا إجابتين صح. يس، الإجابة الحمراء اللي هي ارتقاء مستوى الطلاب، والإجابة الزرقاء اللي هي زيادة تفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصل. مين أسرع؟ نورة، بعدها إس، بعدها خليل، بعدها إف، بعد سيف بن حمد. هدول الخمسة الأوائل معانا في هذا السؤال. نيكست، آخر سؤال. من خلال مشاهدتك الفيديو، ما الأدوات التي يضمها التعلم الرقمي؟ في فيديو في السؤال. سرعة، وعندك 28 ثانية. في ناس ممكن تجاوب من غير الفيديو لأنه عندها معرفة سابقة بالتعلم الرقمي. كمعلمين احنا قدينا ترم كامل تعلم رقمي، فأكيد عندنا المعلومات، فما ممكن ما نحتاج نشوف الفيديو. ما هي الأدوات التي يضمها التعلم الرقمي؟ عندنا 4 إجابات. عندي الحين 77 مشاركة، يلا 79 مشاركة، منها 25 مشاركة صحيحة. منصة تدريب وتعليم مهني للمعلمين، هذه من أهم أو الأدوات التي يضمها التعليم الرقمي. طيب مين في التعلم الرقمي في النشاط اللي فاز معانا؟ عندنا 3 أوائل. طيب خليل رقم 2، إس رقم 2، نورة. عندنا خليل وإس ونورة. مبروك للفائزين الثلاثة. شكرا. إيش رأيكم في النشاط؟ النشاط لعبنا في منافسة جميلة، وفي نفس الوقت داخل الموضوع بيحقق لي الهدف. إيه هو الهدف؟ أنا هنا كنت أبغى أعرف مدى معرفة المشاركين بالتعلم الرقمي،
أدواته بشكل مبسط وسريع، بس كده باخد إيش؟ فكرة عامة عن الحضور. وكسر لل أو زي ما بيقولوا بريك ذا آيس. تمام؟ طيب خلينا نرجع لعرضنا ونشوف هنتكلم عن إيه دحين. طيب في الشات في أحد كتب شيء؟ أوكي تمام. خلينا نشارك العرض مرة ثانية ونشوف. لما يظهر العرض قولوا لي، ها؟ ظاهر ولا لا؟ لسه؟ ظهر. اكتبوا لي في الشات ايش استفدتوا من النشاط اللي سويناه مع بعض دحين؟ ظهر العرض ولا لسه؟ نعم استاذ، ظهر عندكم العرض، شايفينه؟ تمام. نعم. دحين ظهر قدامنا المحور الأول وهو الكفايات الرقمية وارتباطها بالمعايير الدولية للمعلمين، مظبوط شايفينها؟ أوكي. أستاذة نورة معايا؟ شايفة؟ نعم. معلش، أوكي. أنت عارفة عشان قدامي جهازين بس أبغى أتأكد إنه الكل شايف العرض، تمام. ما معنى الكفايات؟ أول شيء لازم نعرف إيه هو مفهوم الكفايات. الكفايات هي قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين، يتكون محتواها من ايش؟ معارف، مهارات، قدرات، واتجاهات. الأربعة عناصر هذه بيتم دمجها المعلم بنفسه، بيقوم بدمجها ويثيرها ويجندها ويوظفها ليحل المشاكل التي تواجهه في البيئة التعليمية، سواء كانت بيئة رقمية أو بيئة عادية. أنا ما بتكلم عن الكفايات ككفايات رقمية فقط، أنا بتكلم عن الكفايات عموما. فهذه هي الكفايات. طبعا في منها كفايات شخصية وفي منها كفايات مهارية. الكفايات الشخصية اللي هي المهارات والمعارف والقيم والاتجاهات، أما الكفايات المهارية اللي هي تخص موضوع الكفايات الرقمية هتكون توظيف كل هذه المعارف أو الكفايات الشخصية في البيئة الرقمية. كيف؟ هيكون قدرة على توظيف التقنية الرقمية في العملية التعليمية، هذه مهارة. كفاية مهارية أخرى هتكون القدرة على إدارة الفصول الافتراضية، مهارة أو كفاية مهارية أخرى هتكون هي القدرة على دمج بين التعليم المتزامن والغير متزامن. أيضاً من الكفايات المهارية القدرة على إثراء البيئة الرقمية بالتطبيقات والبرامج والألعاب التعليمية التي يميل إليها الطلاب وتجذبهم طبعاً حسب المرحلة العمرية لكل طالب. ايضا اداره التقويم الالكتروني، هذه من اهم الكفايات المهاريه في هذه الفتره، لانه بلا شك موضوع الاختبارات اللي كانت بتصير وكنا معتمدين عليها، يعني ما حنقول اعتماد كلي ولكن كانت اساسي في عمليه التقييم والتقويم، الان سيختلف منظورنا اليها تماما. الاختبارات ما صارت هي الاساس في التقييم والتقويم، فاداره التقويم الالكتروني وابتكار الادوات سواء في التقييم التكويني أو التقويم الختامي أصبحت كفاية مهارية مهمة جدا للمعلم في البيئة الرقمية. خلينا نربط مع بعض الكفايات الرقمية بالمعايير الدولية للمعلمين اللي أصدرتها الجمعية الدولية لتقنيات التعليم ISTE اللي هي The International Society for Technology in Education، ده اختصارها ISTE. الجمعية هذه أصدرت معايير تنظم دمج التقنيات الرقمية في التعليم. تعد هذه الجمعية الدولية من أهم المنظمات العالمية
المعنية بتطوير التعليم من خلال الاستخدامات المبتكرة وفعالة للتقنية، وهي اللي قامت بوضع معايير للتعلم وتقديم خارطة الطريق للكفايات الرقمية للتعليم في العصر الرقمي. ولهذا جميع الحكومات والوزارات بتستعين بهذه المعايير في وضع المعايير المهنية للمعلم داخل الوزارات أو داخل كل دولة. سنستعرض هنا هذه المعايير ونربطها بالكفايات الرقمية لأنها تعتبر المرجع الأساسي لمتخصصي تقنيات التعليم حول العالم، بالإضافة إلى أنها شاملة دقيقة وحديثة في استمرارية في تحديثها بصفة مستمرة. تمام؟ طيب، ما هي هذه المعايير والكفايات؟ اتقسمت إلى مجموعتين، معايير محفزة على التعلم ومعايير المحترف الممكن. زي ما انتم شايفينها قدامكم، انا قسمناها كده لونين علشان تكون اوضح. بالنسبه لمعايير المحفز على التعلم فيها كفايات، والمحترف الممكن لها كفايات. خلونا نبدا بالمحترف الممكن. ما هي الكفايات الرقميه للمحترف الممكن لتطبيق هذا المعيار او لتحقيق هذا المعيار؟ اول شيء متعلم. احنا بنتكلم عن معايير دولية للمعلم. المعلم عشان يكون محترف وممكن لازم يكون متعلم وبصفة مستمرة. مو معنى اني انا وصلت لدرجة ماجستير او دكتوراه او 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 حضرت دورات وعملت انه انا كده خلاص صرت اعرف كل شيء. مستحيل. التعليم لا ينتهي. التعلم لا ينتهي. كل يوم في دراسات وأبحاث وأوراق عمل بتنتشر وتتنشر، كل شهر كل أسبوع في ندوات بتصير، في مؤتمرات بتصير، كل سنة كل شهر التعلم والتعليم مستمر ولا ينتهي بنهاية حياتنا، ما بينتهي. المعلم لازم يبقى على حالة تأهب وتعلم مستمر، هو متعلم دائم، يتعلم من طلابه. أيوه الكلمة صحيحة، أنا ما قلتها غلط، بيتعلم من طلابه. الطلاب اللي إحنا بنعلمهم دحين أو بندرسهم دحين هم مواطنون رقميون. إحنا مهاجرون رقميون، ما إحنا مواطنون. هم تولدوا في عصر الرقمنة، في العصر الرقمي. هم تولدوا، لو مسكت أي طفل في رياض أطفال مسكت جوال في يده ما بيفتح كتالوج، ما بيدور على كتالوج ولا بيدور على الجوائد حقه، بيشتغل عليه على طول بالبديهة. صح، احنا ما اتولدنا في العصر الرقمي ولكن احنا مهاجرين للعصر الرقمي، فاحنا فعلا بالفعل بنتعلم من طلابنا. كم واحد فينا في يوم وفي عدة ايام وفي عدة مواقف نادى على ابنه او بنته وقال لها تعالي شوفي لي هذا الشيء بيشتغل كيف؟ وفي ثانيه، في ثانيه بدون ما تلجا لا لكتالوج ولا ارشادات، ضغطت 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 كم زر وشغلته. صحيح؟ صحيح. لازم نعترف بالشيء ده، وهذا مو عيب، بالعكس. احنا لما بنتعلم من طلابنا بنعرف وبنكتشف مهاراتهم، قدراتهم، معرفتهم، ثقافتهم. وبالتالي لما بنيجي ندير العملية التعليمية بنديرها صح، بالمستوى اللي يناسبهم، بالأدوات اللي تناسبهم، بالأسلوب اللي يناسبهم. وأيضا لما يشعر المتعلم إنه معلمه بيتعلم منه، بيطلب مساعدته، بيلجأ له في بعض الأحيان، في بعض الأسئلة، في بعض الاستفسارات، يحس بالثقة، بالثقة في نفسه، بيحب معلمه، بيحب المادة، بيحب يعطي، بيحب يبحث أكثر ويأتي أكثر ويثري أكثر، لأنه عارف إنه هو عنده معرفة، عنده جزئية هو متقنها، عنده جزئية هو بارع فيها والمعلم بيلجأ له فيها. هي دي فكرة إنه المعلم يظل دائما متعلم، بيتعلم من طلابه. ليش؟ ليلبي جميع احتياجات طلابه. بيتعلم من المشاركة بالمجتمعات المهنية، هذه من أهم عناصر التعلم. لازم نتشارك في مجتمعات مهنية إحنا كمعلمين لتبادل الخبرات. لازم نتبادل الخبرات.
لازم نسأل ونستفسر ويصير بينا دايما اجتماعات ولقاءات لمناقشة ما هي الوسائل الحديثة؟ إيش ممكن نستخدم في دي المادة؟ طب أنت كمعلم في مادة أخرى إيه أهم التطبيقات، أهم التقنيات اللي ساعدتك وحققت لك أهدافك وجذبت طلابك؟ نساعد بعض. المجتمعات المهنية من أهم عناصر المعلم المتعلم، من أهم عناصر الكفايات الرقمية الآن للمعلمين. طيب لو رحنا على الكفاية الثانية هي أن يكون قائد. فكر كذا، أنت كمعلم عندك مشرف وعندك مدير، إيه صفات أو سمات القائد اللي بتشوفها أو بتتمناها إنها تكون في المشرف أو في المدير؟ هي دي الصفات اللي أنت شخصياً يجب أن تتمتع بها. أول شيء الصدق والنزاهة في صفات القائد. القائد لازم يعرف نفسه كويس، لازم يكتشف نفسه كويس، يحدد قيمه، يكتشف قدراته، وبالتالي سيستطيع أن يحدد ويكتشف قدرات طلابه ويعمل دائماً على تطويره. هذا القائد الناجح. القائد الناجح يتسم ويتصف بالذكاء العاطفي، يدرك أهمية تكوين العلاقات والروابط القوية مع الطلاب، ولكن بحدود وبذكاء، يتعامل معهم باحترام وود، يظهر لهم تعاطف عند الحاجة، وبالتالي يقتدي به الطلاب. ونبطل نسمع كلمة تنمر بين الطلاب بعضهم. القائد أيضاً يتميز بالريادية والإبداع، ما بيعطي أوامر، هو مو شغلته بس كده يعطي أوامر وأنا القائد، بالعكس هو ريادي، هو مبدع، بيفكر خارج الصندوق، بيمكن طلابه إن هم يكونوا قادة ورياديين، بيمكنهم من المهارات اللي تساعدهم على الابتكار، على إنهم يصيروا قادة. ده المعلم القائد اللي إحنا بنتمنى ونحب نشوفه في قادتنا. طيب الكفاية اللي بعد كده في المحترف الممكن، وهي الكفاية الأخيرة، أن يكون مواطن رقمي. أنا كمعلم لازم أكون قدوة لطلابي، هطلب من طلابي أنهم يكونوا مشاركين إيجابيين مثلاً على قنوات التواصل الاجتماعي، وأنا كطالب أدخل أتابع المعلم ألقى بيسب فلان وبيعلق تعليقات سلبية على فلان، طيب يعني أنا كده ما عرفت أي سلوك تعاطفي أخلاقي يكون قدوة للطالب، فأنا لازم أكون قدوة للطلاب لما أطلب منهم شيء أنا أسويه، لازم يدخل يشوف الشيء اللي أنا بقوله ده أنا بنفسي بسويه، تمام؟ ليه؟ لأن ده اللي بينشئ علاقات صحيحة في المجتمع. مو معقول أطلب من الطالب أن يكون عنده هوية رقمية صحيحة ثابتة وأنا كطالب يدخل الطالب يتابعني يلقاني مثلاً اسمي شبيه الريح. مين شبيه الريح؟ أنا دي مو هويتي الرقمية، وأنا بطلب منه أدخل باسمك الصريح، لازم يكون عندك مشاركات إيجابية، لازم يكون عندك طريقة وأسلوب في إدارة المحادثات على وسائل التواصل، لازم تكون مشاركاتك جداً موثقة و طيب. ولما يدخل الطالب يتابعني ويشوف شيء زي غير كده تماماً، إذن أنا لست قدوة، أنا لازم أكون قدوة لطلابي قبل ما أطلب منهم إنهم يكونوا مواطنون رقميين. تشجيع الفضول في الطلاب، أبحث عن الموارد الصحيحة الرقمية وأعزز المعرفة الرقمية، الطلاقة في وسائل الإعلام ولكن بالأساليب الصحيحة. أنا أبحث عن الأساليب الصحيحة، التقنيات الصحيحة، التطبيقات الصحيحة، وأدعم فيها طلابي وأعزز عندهم التواصل والتوسع والطلاقة في وسائل الإعلام. أوجه الطلاب للممارسات الآمنة القانونية الأخلاقية في استخدام الأدوات الرقمية وحماية حقوق الملكية الفكرية والممتلكات. مش عيب أبداً إن أنا أدخل على الإنترنت وأخذ مثلاً برزنتيشن كامل لأنه بيشرح نفس الموضوع اللي أنا هقدمه، مش عيب أبداً ولا غلط، ولكن ما أكتب اسمي عليه وبس. فين الريفرنس، فين المرجع؟ لازم أذكر
إنه البرزنتيشن ده من عمل فلان، اسمه لازم أو الجهة اللي سوت الشيء ده. زي ما هتشوفوا مثلا في آخر أي برزنتيشن بنقدمه اليوم، هتلاقوا في آخر سلايد كل المصادر وكل المراجع اللي إحنا رجعنا لها علشان نعمل البرزنتيشن. مو لازم إن أنا أعيد نفس العمل مرة تانية طالما هو موجود، ولكن لازم أكتبه في المرجع إن ده أنا أخذته من المكان المحدد من أنت فلان، حتى لو أخذ من زميلي في العمل. والله يا أحمد عندك يعني عرض برزنتيشن عن المعادلات الدرجة الثانية محتاجه، أيوة عندي أخذه، لكن لما أجي أعرضه بقول إنه البرزنتيشن ده ترى اللي مسويه أستاذ أحمد، أكتب اسمه عليه. مظبوط؟ طيب ندخل على المعيار الكبير الثاني وهو المعلم المحفز على التعليم، ونشوف الكفايات الرقمية. المعلم المحفز على التعليم معيار مهم جدا من معايير الدولية للمعلمين. أهم الكفايات اللي فيها أن يكون متعاون، يتعاون مع الطلاب، يتعاون مع الزملاء، يتعاون مع أولياء الأمور، يتفاعل معهم بأسلوب تعاوني بما يدعم تعلم الطلاب ويحقق أهداف العملية التعليمية. لازم يوسع خبرات التعلم الحقيقية مع الطلاب، يتفاعل مع الخبراء، مجموعات الطلاب سواء محلية أو عالمية، لا يكتفي بالتفاعل على مستوى الفصل أو على مستوى طلابه، ينفتح يتوسع على مستوى الفصول الأخرى في المدرسة، بعدها على مستوى مدارس ثانية، ويعمل مسابقات، يعمل حلقات، يعمل ندوات، يعمل مؤتمرات معهم، بعدها يتوسع عالميا على مستوى أكبر. وبذلك هو يكون خلق روح التعاون داخل طلابه على مستوى أوسع من مجرد مجموعة أو فصل، لا هو خرج إلى الفصول، خرج إلى مدارس، خرج إلى مجتمع عالمي. هو ده مفهوم المعلم المتعاون. طيب النقطة الثانية أو الكفاية الثانية في المحفز على التعليم أو في معيار المحافظة على التعليم هي كفاية المعلم المحلل. تحليل من فين حيجي؟ من التفكير التأملي. التأملي على سبيل المثال، أنا قدمت درس واستخدمت فيه تقنيات رقمية، بعد الدرس ويخلص لازم أخذ تغذية راجعة من طلابي، مو عيب أبداً إن هم يقولوا لي ملاحظات. ملاحظات، إحنا ما بنقول لا سلبيات ولا عيوب، هي لا سلبيات ولا عيوب، أنا باخذ ملاحظات في التغذية الراجعة عشان أشتغل عليها. لو هي نقاط قوة أطورها، لو هي شيء يبغى لها تحسين أشتغل عليها وأطورها. أنا كل همي في دمج التقنية في التعليم، في تقديم درسي، في تخطيط درسي، في البحث اللي أنا بسويه، في الشغل اللي أنا بشتغله، والتجهيز اللي أنا بجهزه عشان أعرضه للطلاب. أنا هدفي إيه؟ أنا هدفي أن الطالب يستفيد. طيب لما أخذ تغذية راجعة أنا بتحقق هل الطالب استفاد ولا لا؟ أنا ما بأخذ منه سلبيات أو ملاحظات سيئة، بالعكس أنا بأخذ منه ملاحظات بتوجهني بعد كده أني أشتغل صح، أني أعدل، أني أشوف طريقة أخرى تناسب الطلاب. في نقطة ما وصلت لها مظبوط من خلال التغذية راجعة، أنا فهمت أنه هذه النقطة يحتاج لها مثلا طريقة تدريس أخرى، استراتيجية تدريس مختلفة، استخدام تقنيات رقمية مناسبة أكثر، سواء للمرحلة العمرية أو للمحتوى أو للهدف. صحيح؟ أيضاً لازم أستخدم التقنيات الرقمية طبعاً أنا بعد ما هتأمل، هذه أول فقرة يعني أول مرحلة في التحليل. بعد ما هتأمل هبدأ بعد كده أستنتج، هستنتج ممكن إيش تقنيات رقمية أخرى تنفع، ممكن إيش يكون أنا مثلاً في الهدف ما كان واضح للطلاب، أنا لازم هدفي يكون واضح جداً لكل طالب. طيب لازم أستخدم بعدها نتائج التقييم. أنا بعمل تقييم، صح؟ بعمل تقييم وتقويم سواء قبلي أو تكويني أو ختامي. طيب عملتهم إيش هستفيد منهم؟ نتائج التقييم والتقويم اللي بتطلع لي دي لازم أشتغل عليها تطوير مستمر، وعلى أساسها بيتم التواصل مع الطلاب، مع أولياء الأمور، مع معلمين آخرين، مع أصحاب خبرة، لبناء مهارة التقييم الذاتي لدى الطلاب والتقييم الذاتي لدى
معلمين وأولياء الأمور، لازم أستخدم نتائج التقرير، نتائج التقويم المستمر في التواصل. تمام؟ طيب، هذا بالنسبة للمحلل. المعيار اللي بعده أو سوري الكفاية اللي بعدها هي المعلم المصمم. مما لا شك فيه إنه إحنا كلنا عندنا مناهج. مناهجنا ثابتة، المنهج ثابت ما بيتغير صح؟ ولكن مين اللي بيخطط وبيعمل الدروس من المنهج ده؟ المعلم. مين اللي بيجهز العروض التقديمية؟ المعلم. مين اللي بيجهز الأنشطة اللي هتقدم لتطبيقها على المحتوى، تطبيق عليها المحتوى؟ المعلم. مين اللي بيجهز الأدوات، أدوات التقييم سواء قبلي أو تكويني أو ختامي؟ المعلم. مين اللي بيجهز أدوات ووسائل التغذية الراجعة؟ المعلم. إذن عملية التصميم، هي التصميم التعليمي كلها في يد المعلم. فأنا لازم أكون مصمم جيد للتعلم، للتعليم اللي هيوصل للطلاب. لازم أصمم أنشطة تعليمية تتوافق مع معايير المحتوى. أستخدم أدوات وموارد رقمية تحقق أقصى قدر ممكن من التعلم النشط. أكيد التعلم الرقمي ما حيكون تعلم فردي إلا في حالات بيطلب فيها تقييم فردي أو تعلم فردي على حسب، ولكن البيئة كلها هتكون بيئة تعاونية، بيئة نشطة. فلازم وأنا بجهز الأنشطة حقتي أو الموارد اللي أنا هستخدمها أتحقق إنه بتحقق أقصى قدر ممكن من التعلم النشط. طيب، لازم أنشئ بيئات تعلم رقمي مبتكرة تشارك وتدعم عملية التعلم. آخر معيار وآخر كفاية رقمية أن يكون المعلم ميسر. ميسر يعني أنا لازم خلاص، أنا ما صرت ملقن ولا ناقل للمعرفة، أنا صرت كمعلم دحين دوري أني أيسر عملية التعلم للطلاب. يعني بالمختصر بعلمهم كيف يتعلم، ده اختصار كلمة ميسر. أنا بعلم الطالب كيف يتعلم، أفتكروها كويس، learning how to learn، هو ده. فأنا بدير استخدام الأدوات الرقمية، بدير استراتيجيات تعلم الطلاب في المنصات الرقمية والبيئات الافتراضية، بدير موضوع التدريب العملي أو التدريس العملي داخل القاعات الافتراضية، بخلق فرص زي مشاريع مثلاً بتعطيني تحدي للطلاب، تخلق تحدي عند الطلاب لاستخدامها في عملية التصميم، التفكير، الابتكار، حل المشكلات. هو اللي بيتعلم بنفسه، أنا فقط بيسر له الشيء ده. أستاذة نورة دخلت، تفضلي. شوفي أستاذة هلا، استنى عشان وقت ال أسمع الأسئلة. أهلا وسهلا. يا هلا بي. اسمحي لي. طيب، تفضلي، في أي أسئلة؟ لا ما عليه، استكملي، باقي لنا دقيقة واحدة إن شاء الله. طيب أوكي، إحنا كده انتهينا من المعايير، ودي كانت أهم جزئية. طبعا أتمنى أن أكون ما أطلت عليكم، وأتمنى أكون وصلت الفكرة. وبس هسألكم سؤال، إحنا المفروض كان عندنا نشاط بس ما حيمدينا، كنت عايزة أعمل لكم نشاط رقمي عشان شايفاكم تحبوا الألعاب، بس خلوها، أنتوا ممكن تستخدموه على فكرة، خدوا كلكم الـ QR كود وحلوا النشاط، وأنا هشوفه عندي على البادت وهرد عليكم، فده هيخلينا دايماً على تواصل حتى لو بعد الورشة وفوريفر إن شاء الله. كلنا ناخد الـ QR كود عشان أشوف تعليقاتكم بعد الورشة إن شاء الله على النشاط، وحلوا النشاط لو سمحتوا، هذا الواجب. إن شاء الله. إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للأستاذة هالة على طرحها المتميز والأفكار المتميزة التي نتمنى منكم الإفادة منها ونقلها للميدان التربوي، ونشكر لكم حضوركم وتفاعلكم، ونأمل منكم البقاء معنا للقاء التالي، حيث سيكون معنا الدكتورة سمية عزمي المحتسب بورشة تدريبية بعنوان الممارسة التفكيرية للمعلم، والتي سوف تبدأ بإذن الله تعالى في تمام الساعة الواحدة. شكرا جزيلا أستاذة هالة.